تخجل نفسي وتنسحق العبارات التي نقولها بعد رفعة عظيمة انسكبت على القديسين وأعطيت إلينا لكي نتهلل ونسبح بها تسبيح ظفر للذي لا يدن منه، للذي لا يسعه مكان، للضابط الكل، للإله العظيم المتجلي في يوم 50 تحديدا، الذي أعطى لنا قوة لكي نلهج ونتكلم بعبارات ترفع العقول والأجساد إلى دائرة الحياة الأبدية، إلى ألوهة لا تنتهي. ولكني في ضعفي أقول في هذا اليوم الحاضر أن العنصرة بالحقيقة هي دفق إلهي للناس، هي حضور للروح مقدس، لا بل هي رفعة للبشر إلى دائرة الألوهة. ألسنة نار انسكبت على التلاميذ، ومن هناك أفيضت على المسكونة كلها، ألسنة اللهب الإلهي، ألسنة الروح، ريح إعصار أتى، ولكنه بالحقيقة كان يكنس كل أوساخنا وتاريخ ماضينا السخيف، لكي يجعل من الناس أطهارا يلتهبون بحماسة الروح. تنشد الكنيسة هذه الكلمات لكي تؤكد للناس فاعلية الروح القدس في القلوب. تنشد الكنيسة هذه العبارات لكي تجعل منك أيها السامع الآن متأججا بحضور آخر يغير كيانك، يميت فيك إنسانك القديم لكي تحيا إنسانا جديدا محلقا نحو سماء السماوات، إذ الأرض وما فيها هي منحلة، ولكن العناصر الباقية هي تلك الجديدة التي يدفقها الروح القدس علينا في مثل هذه الأيام. اليهود قديما عيدوا للعنصرة أيضا، ولكن تعييدهم كان يختلف كليا عن تعييدنا نحن اليوم. الكنيسة عمدت عيد العنصرة عند اليهود. اليهود كانوا يعيدون لشقاء في الصحراء طالهم، هناك كانوا يعيدون لغربة انتهت بهم إلى أرض الميعاد، كانوا يعيدون أيضا لصعود لموسى إلى جبل التجلي هناك حيث اتخذ الشريعة المكتوبة باليد الإلهية، كانوا يعيدون للوصية، وصية الله تلك. أما نحن فنعيد لما هو أعظم، نعيد للشريعة الإلهية المنزلة مجانا علينا. نحن لسنا بشيء ولسنا مستحقين لشيء، ولكنه هو الكل في الكل، هو الذي يعطي بسخاء، هو الذي لا يتردد في أن يرفعك أيها الإنسان إلى أن تكون إلها. نعيد اليوم لا لألسنة من نار مخلوقة، إنما نعيد لوهج إلهي، نعيد لضياء إلهي، لنور إلهي غير مخلوق. الألسنة هي غير مخلوقة، ألسنة الروح هي تلك التي تجعل من الصيادين المساكين قديسين، لبل رسل، تجعلهم يتكلمون بألسنة أخرى، يجتذبون القلوب إلى حضور إلهي. نعيد بالحقيقة في هذا اليوم للاستقامة، نعيد لأولئك الذين صمدوا دون تردد حتى الشهادة في أن يبقوا أمناء لما اتخذوه من فوق نعمة ونبراسا للخلاص. نعيد اليوم جميعا للتوبة، لتلك التوبة التي تغير الكيان، يتجدد كياننا روحا مستقيما. جدد في أحشائي، جددني يا الله، اجعلني هيكلا حقيقيا لروحك القدوس، اجعلني مقتنيا لا بل محققا لانفتاحي عليك، لكي أصبح مستوعبا حقيقيا لك، وبقدر انفتاحي على ضيائك أصبح في الضياء، وبقدر امتلائي من حضورك أصبح في الامتلاء. نعيد للحكمة النازلة من فوق، نعيد لما لا ينتهي، للقداسة المنبثة في التاريخ، نعيد للقديسين والقديسات الذين همس الروح في أذهانهم والقلوب
فجعلهم ليسوا في قلوب لحمية متحجرة، إنما جعلهم في قلوب لحمية متألهة تضفق ضياء. لا بل نعيد للعليقة الملتهبة التي فينا التي لا تحترق، يؤججنا الروح ولكننا لا نحترق أبدا. وأنهي لأعايدكم وأقول للروح القدس المنبث مجانا: أيها الروح الإلهي انسكب علينا في هذا اليوم، عز قلوبنا، أعطنا روح الحق الذي فيك، ألحقنا بأولئك الذين تمجدوا فيك منذ اليوم، واجعلنا أبناء للضياء رائين لملكوتك اليوم قبل غد، لكي نكون في وهج مخلص وفي بهجة أبدية أيضا وأيضا منذ اليوم وإلى الأبد. آمين.